نستكمل اخبارنا ونروح للاخبار المفرحه دايما اللي بقت بتصدرها لنا واحده من نجمات الرياضه دلوقتي المتالقين على الساحه. لو هنتكلم عن التنس هنتكلم عن ميار شريف نجمه مصر اللي ممكن تكون خسرت نهائي بطوله لاس بالماس كاناريا في اسبانيا، ولكن لسه مفرحانه ولسه متشرفين بيها الصراحه طول الوقت، يعني بتقدم عروض ممتازه ومش بتقف، يعني سهم الطلوع مستمر، ودي اهم حاجه عند اللعيب الناجح ان هو ما يكونش بيستكفي بالنتائج. خسرت المباراه النهائيه امام لاعبه استونيا كايا كانيبي بنتيجه 2-0 بنتيجه اشواط 6-3 6-2. لعيبه استوانيا خسرت امامها ميار، هي اصلا المصنفه الاولى في البطوله رقم 105 عالميا، والمباراه كانت قويه وصعبه على الثنائي، ورغم خساره ميار الا ان هي اتقدمت في مراكز التصنيف العالمي وبقت في المركز 128 بدل 132. ميار شريف حققت قبل الخساره دي 11 فوز متتالي، وده رقم كبير ويشرف جدا للعيبه مصريه ما تحققش قبل كده، ودليل على تقدمها وتركيزها ان هي عايزه تعمل حاجه في الفتره اللي جايه. وصلت للمباراه النهائيه قبلها فازت ببطوله تشارلز ستون في امريكا، فماشيه بشكل جيد جدا ومتالقه الصراحه. نتمنى لها كل التوفيق ميار شريف في اللي جاي، وان هي تواصل التقدم ونشوفها ضمن افضل 100 لاعبه للتنس في العالم. ده اعتقد التارجت اللي هو على المدى القصير اللي احنا باصين ان تحققه ميار، وباذن الله هي قدها ودود تحققه في الوقت القريب.